في ثاني احتفال للمسلمين بإحدى أعظم شعائرهم عيد الأضحى المبارك، عيد غابت صلاته في المساجد ومنعت الزيارات في المنازل. فوباء كورونا لم يكتفي بتضييق التنفس على مصابيه، بل تعدى ذلك ليفعلها بأجواء العيد. وخسارة، جاء هذا العيد عيدنا ما صلينا، الجوامع قاع مغلوقين، ربي يثبتنا للخير إن شاء الله ويتحلوا قاع الجوامع ويتنحى هاد المرض إن شاء الله. العام الجاي إن شاء الله وتنحى الوباء علينا، وصلاة العيد بلا صلاة ما عيد إن شاء الله يفتحون المساجد وإن شاء الله يتنحى علينا الوباء إن شاء الله برب إن شاء الله. صح عيدكم نورمال، هاد العام جوزنا بكورونا، العام الجاي إن شاء الله يتنحى هاد الوباء. عيد مبارك، جوزوه مليح وإن شاء الله يتنحانا هاد الوباء. أجواء أبقى الجزائريون على ما أمكن منها يوم النحر، فعدا الذين غلب الفيروس على جيوبهم وحرمهم أضحية العيد، آخرون على قلتهم فعلوا. الفرحة وإن نقصت فالابتسامة بقت، ودعوات الخير من الكبار والصغار علت. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وإن شاء الله العام الجاي نعيدوا على أحسن ما يكون، صليوا العيد إن شاء الله. كون كل عام أنتم بخير، إن شاء الله نجوزوا هذا العيد بيان وربي يرفض علينا هذا الوباء. صح عيدكم، عيدكم مبارك والعام أنتم بخير. صح عيدك ماما في فرنسا. صح عيدكم، عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. صح عيدكم كل عام وانتم بخير. صح عيدكم وعيدكم مبارك، وان شاء الله تعيدوا بخير، وان شاء الله تروح علينا هذه كورونا، وان شاء الله العام الجاي ثاني نعاودوا الفرحه هذه كما تاع اليوم. اجواء العيد غلب عليها الحذر تاره، وحذر التساهل والتراخي تاره اخرى، وطول أمد الوباء لعب على صبر الكثيرين خاصة هذا العيد، وزوال الوباء حاليا يبقى رجاء الجميع.